مأساة إنسانية في ولاية جابس تحمل معها روائح الأبخار الكيميائية ناقلة معها الموت والأمراض السرطانية الخبيثة للسكان شيبا وشبابا. بعد أن أصبح التلوث في المدينة يمثل هاجسا متناميا يشغل بال الأهالي بعد أن أثر في الفلاحة والصيد البحري والسياحة والأهم من هذا الصحة. سكان الولاية أصبحوا يعيشون معاناة متواصلة وخوفاً من المخاطر التي يمكن أن يسببها التلوث المتأتي من المجمع الكيميائي بالجهة، الذي أثر بدوره على اختلال التوازن البيئي وانحسار أنواع معينة من أعشاب البحر وما صاحبها من نقص واختفاء العديد من الحيوانات العائمة التي كانت تتواجد بكثرة في مياه خليج جابس، خاصة منها الأسماك. جابس والمجمع الكيميائي والناس الكل تتحدث على تلوث بيئي خطير، فوسفوجيبس وأمونياك وأسيد كله معناته يأثر على الغابة، يأثر على الماء ويأثر على البحر. هي تفسر لي بطريقة علمية المجمع الكيميائي وتأثيره على البيئة في جابس بالنقطة بالنقطة. جابس تعيش تحديات كبيرة في مشكلة البيئة، ثم مشكل كبير اللي هو مشكلة الفوسفوجيبس اللي قاعد يطيشوا فيه في البحر، معناها بصفة كبيرة ياسر وبكمية كبيرة ياسر توصل حتى ل 13000 طرناطة في النهار، اللي خلى معناها بحر جابس اللي كان هو محظنة ويبيض فيه الحوت الكل، معناها انواع اكثر من 300 نوع من حوت، اليوم معناها تفقر البحر هذايا وتهجر وقعد فرغان. مشكلة الفوسفوجيبس هي مشكله كبيره معناها نعانوا منها توا سنين من اللي توجد المجمع الكيميائي. ناخذ مثال في صفاقس، معناها كان يتكدس معناها خارج البرة خارج المجمع الكيميائي، لكن اليوم اللي نشوفوا فيه في جابس هو كان قاعد يترميه في البحر، وهذه مشكله كبيره. كما ثم معناها انبعاثات غازيه قاعده تجد في تتبعث من البلاتفورم اندستريال الموجوده في جابس، من امونياك، من انويكس، من بخاره وعديد معناها من انواع من الغازات. المشكل الكبير ان الغازات هذه شنو اللي قاعده تعطي معناها في كي تصير الرياكسيون الفوق، معناها شنو اللي تعطي فيه، معناها ما نعرفوش شنو اللي قاعده تصير اللي اثر هذا كليك تأثير سلبي على الواحة اللي متواجدة بجنب البحر، اللي نعرفه أن هي جابس معناها بحرية وحية منطقة بحرية وحية متلاصقة، اللي خلى معناها الواحة تموت. وأحسن مثال معناها واحد شط سيد عبد السلام اللي ماشي للاندثار اليوم. ثم مشكل آخر هو مشكل الطبقة المائية اللي قاعدة تنزف، اللي خلى معناها توا الناس تعاني مشكلة كبيرة ياسر من قلة المياه، وهذا اللي خلى معناها برشا عباد معناها اليوم اللي تحب تبعد حتى على المنطقة اللي الملاصقة للمجمع الكيميائي. الفوسفوجيبس الناس كل في بالها بالحكايه يعمل تصحر في البحر، فهمتني؟ حتى بالنسبه للحوت كل ما قعدش حوت، قبل كان انواع متعدده برشا كبيره، تو بالنسبه لتو ما عادش حكايه فرغ، ترمي كما تطلع كما ترمي كما تخرج الغزل. غزل معناها بحيث تنجم تقول 80% ما عادش. البحار اخوي بالنسبه تو انتاج تخرج تعبي مازوت بس وكذا، تعدي بين نهارين ثلاثه بالنسبه لخدمه الشتي هذه، ثلاثه ليالي على البحر المره اللي فاتت تاني ما دخلتش حتى حق سباس، الاسباس انا مازوت. تصور ثلاثه ايام وثلاثه ليالي على البحر، شو قداش من كاره نخدموا فيه؟ سته كالات اظن، سته كالات ب 50 طرفه حريره ما تجيبش 150000. هذا خويا في خليج جابس دخيل، دخلنا ما كانش قبل موجود،
ما كانش موجود قبل. رحمة والديه خذ علي، خذ واحد من الاولاد هذول. هاي خذ النوعيه هذه ما كرتش عنها. هاي في هذا بسرعة ما كانش عندنا النوعية هذه خويا. قبل ما نعرفوش نخدم غزالي واحد ما فهمش النوعية هذه. شو حكيت كبير؟ حكيت ما كانش عندنا العقرب هذه خويا. نحبوا نعرفوا منين جاي هذا؟ منين تكون على منين تكونت لنا خويا؟ من عارف منين من برا جانا. اف هذه تخلقت من جراء التلوث والتصحر من خليج قابس. اللي كانت الاسماك القاعية اللي كانت هني لا تحصل وتعد في خليج قابس ومتسامية معروفة من مرجان ومن كرب واغراب وصبارس ومنكوس والمناني. الموطن الوحيد المناني ما نجمش نقولك في الابيض المتوسط، هو الموطن بتاعها خليج قابس من جراء التلوث الفوسفوجيبس وساعات وفتات امونياك كيسيبوها تلك الاسماك القاعية وخرجت الاسماك الحرة السمك الازرق زي الغزال والتن كله خرج. الاسماك القاعية قاعدة تلقاها صفصف، خرجت منها الافات هذه اللي نسموها احنا بالعقرب تتكاثر بصفة مهولة. ما عاد ثم شيء مضاد متاعها، الاسماك القاعية كانت مضادة والقرنية والشوابي تصحها تقول تفطم تقعد. كان هي اللي يرمي غزل قيمة 10-12 مليون ولا 7 ملايين ولا 8 ملايين يجيب لهني يقصها بالموس في نهار. الناس تداينت وفوق من هذايا زادوا كملوا أودية تطهير. طرمبات هني ما تخدمش، واحد كلها تصب في البحر تطهير ودان سايلة، 4 ودان و5 ودان تطهير تو في خليج قابس يصبوا هني مع الفوسفوجيبس مع الأمونياك. ولذا البحار هني ما عادش لاقي ما يصرف، ما عادش لاقي ما عادش لاقي حتى تخرج الناس لبرا. وهذه متكاثر نتاعها من على ما تتصحرت بدات خارجه واصله للجربه واصله للمحرس واصله باش تغزوه البحر غزاته. البحر تصحر كليا. ولذا هذا نتكلموا احنا ماذا بينا نحونا التلوث هذا والتطير هذا في خليج قابس. بحار ما عادش لاقي ما تاكل تخرج يصرف لك مثل ما ثم اللي يخرج حتى بزوز ملايين مزوط، ثم اللي يخرج ب 200 الف مزوط، ثم اللي يخرج ب 400 الف مزوط ما غير السباس. ويخرج ما يصور لا من 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 الغزله ولا من السباسه، الغزل اللي طيشه ويتزرم والماشي كله الدين القشارة وناس رقدتك هو ما عادش نجم تخ. كنت تشبع توا بالنسبة للفلايك الأصول بتاع قابس هذايا معناها قضي عليه الفص وجبس والمجمع الكيميائي بتاع قابس، فهمتني؟ بحيث الناس كلها رابطة، الناس كلها ما تخدمش، الناس كل بعتها تحت صفر. بالنسبة للسيد الساحلي والفلايك بصفة عامة بحر قابس كل، فهمتني؟ بحيث ما توا باش تخدم حتى مشو معناها خرجت الفلايك لبرا 3-4 أيام على البحر ما تصور حتى شيء. فهمتني؟ تروح كيما تروح كيما تمشي كيما تروح، فهمتني؟ حروق بالنسبه حروق كل شيء بالخساره. وبالنسبه حتى للماتريال غالي ما عادش قادر واحد حتى باش يشري ماتريال باش يصلح. يعني واحد من الناس شهر نصلح مش قادر باش نصلح، فهمتني؟ هذا كله من جراء الفوسفوجيبس والتلوث والمجمع الكيميائي قضي علينا قتلنا في الصحه وفي الماتريال وفي الخدمه. ثم زاد انتشار للامراض خاصه الامراض السرطانيه والجلديه. معناها المشكلة التلوث هذا توا العباد قاعدة تتنفس في الهواء ملوث اللي نجر عليه برشا مشاكل، مشاكل صحية كبيرة ياسر، منها سرطانية ومنها هشاشة العظام، منها الأمراض الصدرية اللي خلى معناها توا اليوم معناها نعيشوا حالة كارثية في قابس اللي معناها مشاكل صحية كبيرة ياسر. وبالمناسبة هذه زادة كيف كيف نحيي الاتحاد الجهوي والشغل بقابس اللي حكي على الموضوع هذايا، ولكن لما نسمع ولما نحكي حكي على المشكلة الصحية في قابس وحكي على المستشفى اللي موجود في قابس وطالبة الناس معناها مستشفى جامعي طالبة تحسين
المستشفى الجهوي، لكن لما يسمع فينا في الموضوع هذايا اليوم تدخل المستشفى جابس تلقاه معناها لا معدات ولا طاقم طبي ولا شبه طبي ناقص، اللي خلى معناها الناس تنفروا اللي ممكن معناها مش نوصلوا الى حاله معناها من التوتر في الجهه واللي ما ندروش شنو يصير من بعدها، فهمتني؟